بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الجزء السادس من تصميم الرافت فاونديشن باستخدام الـ approximate methods. وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الـ X direction، وما يقال على الـ X direction لازم يقال على الـ Y direction. عندنا الـ A، وعشان أجيب الـ Q 1 و 2 هتبقى الـ B working على L في مين؟ في B. طبعا هنا المسافة بتاعتي اللي هي بقى B، والعرض بتاعي L، فممكن ال L تطير مع مين؟ مع ال L. ولازم طبعا جبنا ال EY من البارت 4. طيب جبت الكلام دوت، الفورس ال Q نت 1 و Q نت 2، واقدر اجيب Q عند اي مسافة عندي. هو كان في واحد بس بيسألني ازاي اصحح ال P1 اللي هنا وال P2 اللي هنا وال P3 اللي هنا وال Q نت 1 و Q نت 2. طيب نقولها تاني اللي احنا قلناها في الجزء السابق. انت جبت البي توتال بتاعك او البي كولوم بتاعتك، جبتها اللي هي المحصلة بتوع دولت، حلو. وبعدين هجيب المحصلة من تحت اللي هي كيو نت واحد زائد كيو نت مين اتنين على مين؟ على اتنين في الطول اللي هو مين؟ بي. ده هنسميه البي بتاعت الصويل. طبعا دي وديت ما بيساووش بعض. طبعا لو بيساووا بعض خلاص هبتدي اشتغل على طول، لكن لو ما بيساووش بعض نعمل ايه؟ هنجيب حاجة اسمها البي افريج. دي بتساوي البي بتاعت الصويل زائد البي بتاعت الكولوم على مين؟ على 2. بقى عندي البي مين؟ افريج دي. والبي افريج ديت هي ديت هبتدي اللي لازم تطلع بقى في الاخر من فوق زي من تحت بعد ما اعمل التصحيح. طب اصحح ازاي؟ يعني مثلا البي واحد ديت عايز اصححها اللي هي الموديفايد، هقول البي واحد بتاعتي مضروبه فين؟ انت عايز تبقى بي افريج، حاضر، بي افريج مقسوم على مين؟ على البي بتاعت الكولوم اللي هي اللي موجوده اللي فوق دي، يبقى ده اتصحح. بي 2 نفس الكلام، بي 3 نفس الكلام، حتى ممكن ده اجيبه فاكتور واضربه في بي 1 وبي 2 وبي 3 يبقى انا صححته. نفس الكلام في كيو 1 وكيو 2 اصححهم ازاي؟ حاضر، كيو نت 1 بتساوي كيو نت 1 دي اللي هي الايه؟ الموديفاير، بتساوي مين؟ كيو نت 1 في مين؟ في البي افريج، بس على البي بتاعت مين؟ الصويل. يبقى صلحت دي وصلحت دي. تاكد مليون في المية بعد ما بتصحح دي ودي ودي ودي، لما تجيب البي توتال هنا والبي توتال هنا هيطلعوا الاثنين متساويين. وده بيبقى بيجهزنا ان احنا نخش في المرحلة التانية اللي هي رسمة الشير والمومنت. شكرا.